هاي اليوم راح ناخذ اول 10 جمل في المئة جمله اللي انا قلت اذا بتحفظهم قراءه وكتابه ونطقا راح تفهم على الاقل 20% من اي انجليزي بنحكي قدامك. اليوم راح ناخذ اول 10 جمل، ولكن لازم نعرف كتير منيح انه العشر جمل الاولى هي راح تكون كتير سهله للاغلب الغالبيه منكم، ولذلك الناس اللي متاكد واللي مش متاكد واللي اول مره بتمر عليه تاكد انك تعرف تكتبهم كتابه ونطقا، لذلك انا راح انطقلكم اياهم جميعا عشان الكل يستفيد وهيك بنكون عرفنا الجمل كامله. طيب اول جمله معانا في المئة جمله المهمين هي good morning، معناتها صباح الخير. تصحى من النوم تقول صباح الخير good morning good morning، اوكي هاي اول جمله. الجمله الثانيه هي good afternoon good afternoon good afternoon. طبعا afternoon هي مساء الخير، ولكن بالعربي احنا ما في، هي توقيت ما بين الظهر بعد الظهر مباشره لغايه العصر او قبل الغروب بشويه، دائما بنقول good afternoon good afternoon. طيب رقم ثلاثة بدنا نقول إيش الجملة المعروفة برضو good evening good evening good evening good evening، أوكي معناتها مساء الخير أو 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 طاب مساءك أو كل الكلام هذا اللي بدنا إياه. رقم أربعة هي good night good night good night، أوكي بنقول زي ما إحنا بنقول، إما بنقول تصبح على خير أو معناتها ليلة سعيدة أو بتمنى لك ليلة سعيدة، كل الترجمة صح. طيب لما انا بكون مع شخص وبدي اقول له مع السلامه فبقول له جود باي جود باي، ركز انه كلمه باي في اي في الاخر وليس بي واي بي واي اي، جود باي معناتها الى اللقاء او معناتها مع السلامه، الاثنين صح. طيب الجمله رقم 6 معانا هي سي يو ليتر او سي يو سون. ليتر معناتها بعد هيك، اشوفك بعدين، اشوفك بعد شويه، او اشوفك مره لاحقا، اشوفك لاحقا، او سون قريبا، فبنقول see you soon or see you later، يعني إلى اللقاء أو أراك قريبا أو أراك لاحقا. الجملة رقم 7 هي have a nice trip have a nice trip have a nice trip. لما تقولها بتقول have a nice trip معناتها رحلة سعيدة، أو حتى كمان بنفع لما نترجمها نقول بتمنى لك رحلة سعيدة have a nice trip. طيب الجملة رقم 8 معانا وهي جملة كثير كثير مهمة، لما بتلتقي في واحد خاصة بالمرة الأولى وسعيد بلقائه بتقول له I'm pleased to meet you، يعني أنا سعدت بلقائك أو تشرفت بلقائك أو تشرفنا زي ما احنا بنقول بالعربي، بنقول إيش I'm pleased to meet you I'm pleased to meet you. طيب جملة رقم 9 و10 هو سؤال وإجابة، السؤال اللي كتير مهم بيقول How are you، كلنا بنعرف هذا السؤال How are you How are you كيف حالك أو كيفك، الجواب عليه بنقول Very well Thank you أم جيد جدا أم أنا ممتاز أو بخير شكرا لك، ممكن نقول I'm very well I'm great I'm good I'm very good I'm excellent I'm wonderful، كلهم بينفعوا I'm very well thank you or very well thank you. إذن هدول هما أول 10 جمل في المئة جملة المهمين، بدك تتأكد إنك تطلع الفيديو تعرف تلفظهم وتعرف تكتبهم. ممكن وأنا متأكد إنه هدول 10 جمل سهلين جدا والأغلبية بتعرفهم، ولكن بعد هيك رح يبدأ يصعب الجمل ولازم تكون متأكد إنك بتعرف تلفظ وتكتبهم. بتمنى لكم التوفيق وخليك متابع المئة جملة حتى النهاية. تحياتي.